السلام عليكم ورحمه الله، مثل الاحوال شراكم احبابنا. نديروا واحد الفيديو صغيره على اللايف تاع حسين تاع البارح. كنا في اللايف معنا جماعه نحكوا شويه، بعد جبت واحد السوجي مهم بزاف على البنات تاع الجزائر في فرنسا ولا في كندا يزوجوا بواحد مارتينيكي ولا واحد مهم لابو تاعو نوار كيما نقولوا حنا كحلوش نوار، الله غالب نوار، خلقوا ربي كحل. علاه ما يزوجوش بجزائريين؟ علاه يزوجوا بلي فرونسي؟ يزوجوا بهكذا. وهذه الآفة موجودة كذلك هنا في كندا بدات. انا دخلت قلت لهم باسكو علاه، باسكو ولادكم ما عطيتوهمش الأصولة، ما علمتوهمش الدارجة والدين نتاعهم ويتكلموا معاكم بالدارجة في الدار اكسيتيرا، ديريكت مو علمتوهم بالفرنسي حاشا القليل، كاينين يعلموا ولادهم الدارجة. باسكو علاه ولدكم ما تأصلوش يروح عليك يكبر خلاص يقولك انا يا يعني جزائري ما نهضرش الدارجة، مانيش هكذا، انا راني عايش في هاد البلاد، راني من هاد البلاد. وسيرتو البنات، حنا والبنات والولاد، الولاد والبنات فينا عقدة، نكرهوا بعضاتنا، يكرهوا الجزائر، يكرهوا الجزائريين معقدين بكري. كان جزائري كي راح لالمان ولا لاسويس بكري يجي داخل يقول واش راني نتزوج بألمانية، يزوخ بها، سما ما ديتش جزائرية وديت ألمانية، سما يزوخ. الآخر يقول له ديت وحده من فرنسا، واحد ديت هكذا. البنات الثاني يديروا لا ميم شوز، طفله ثانيه لا ميم شوز، تقول لك انا ديت ان فرونسي، ودرك لا مود تدي كحلوش، تقول لك انا متزوج عندي كحلوش، لا مود. باسكو البنات يزوخوا في بعضاتهم وعلى بالك على يدو كحلوش، ما نروحوش في الديتاي، حاجه طبيعيه يدو كحلوش. لأن الواحد يكون عطى لي باز لولاده وعلمهم ما يوقعوش في الأخطاء البسيكولوجية والسوسيولوجية، هذا تعتبر أمراض بسيكولوجية والسوسيولوجية تاع مقارنة، هذا ما كان واحد يقارن يعود تابع الفئة، هذا ما كان. هذه الفيديو برك باش نوضح للناس، البارح كي هدرت قلت لهم يا جماعة هذا الخطأ، تجمع لي قالوا انت كل يوم تهضر على فرنسي، ايه ايه راهي مرض ناكر اصلك تدي لغه اخرى تاع لي فرونسي باسكو تحس بلي راه سيبيريور، باش تولي تا سيبيريور لازم تهضر بالفرونسي، هذا هو المرض. وهذا ما على بالكش بلي خلقت افريقيا، خلق انه الجزائريين اللي كيبان في الجزائر هبط المعنويات تاعهم باسكو هما ما يعرفوش الفرونسي، كي تحس راك تا سيبيريور تهضر بالفرونسي وهذا خطا، كي تحس راك سيبيريور هضر بلي ماتيماتيك، هضر بالفيزياء لا فيزيك. فهمتوني؟ هضر بالماتيماتيك، هضر بالفيزيك، هضر بالحواج العلمية هذه اللي يجيبوا الفايدة. لا لونغ، لغة تاع كومينيكاسيون. ولعل نهضر على الدارجة، باسكو الشعب الجزائري كاع يفهم الدارجة. كاين ما يفهمش الفرنسي. هذا هو السبب الوحيد على راني نأكد في هذه الأمور. باش نتحدوا في الجزائر. باش نديروا قوة ونخدموا البلاد. هاي السلام عليكم ورحمة الله.